هذا هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يؤكد أن المملكة ستكون ضمن أكبر 7 اقتصادات في العالم، ويكشف عن رؤية المملكة 2040. يعلن ولي العهد السعودي إذن أن المملكة تستعد للإعلان عن رؤية 2040 بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وأشار إلى أن ذلك سيتم في عام 2027 و2028. تؤكد المملكة أن هذه الرؤية ستحقق مزيداً من الانفتاح على الأسواق وحماية الصناعات الوطنية واتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من المشاريع التي تجعل من المملكة ضمن التصنيف العالمي الأكثر قوة اقتصادياً. ويبدو أن طموحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن تتوقف عند تحقيق أهداف رؤيته الإصلاحية الشهيرة 2030، التي قلبت معالم اقتصاد المملكة لتتنوع موارده بدلاً من الاعتماد لعقود طويلة على إيرادات النفط الخام. ومع التقدم السريع في تحقيق أهداف رؤية 2030 حتى قبل انتهاء مدتها الزمنية، بدأت معالم خطة جديدة تتكشف مرتبطة بالعام 2040، وهو ما ظهر في تصريحات حديثة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قال إنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040 والإعلان عنها في الأعوام المقبلة. وحول مضمون الرؤية الجديدة، يتوقع الخبراء في المملكة العربية السعودية أن أهم بنود هذه الرؤية المزيد من التركيز على تنويع مصادر الدخل للمملكة لرفع مساهمة الإيرادات غير النفطية بأعلى من المستهدف الحالي. وقد تركز الرؤية على مزيد من المشروعات الطموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، ما يجعل المملكة أحد أهم موارد الطاقات النظيفة في العالم. ويضاف إلى كل ذلك تمكين قطاع التكنولوجيا والصناعات الدقيقة والمزيد من المشروعات المرتبطة بالبحث والتطوير، وجميعها سيكون لها مردود اقتصادي كبير في تنويع الدخل والإيرادات غير النفطية للسعودية وفق الخبراء الاقتصاديين. كما أن الاستثمار بالقطاع الرياضي سيكون جزءاً مهماً من الخطة في إطار تطوير قطاع السياحة والترفيه. ويتحدث الخبراء الاقتصاديون عن تطوير بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأنظمة والتشريعات ونوعية الموارد البشرية في المملكة، وهذا مؤشر مهم على التقدم السريع الذي تحققه الدولة. وهذه الرؤية سوف تدخل اقتصاد المملكة في مرحلة المنافسة عالمياً، وثمة قفزات سعودية في التنافسية الدولية، فقد أصبحت المملكة في قائمة الدول العظمى. تلك القفزات تنقل المملكة لمرحلة جديدة من التطور صوب تحقيق جودة الحياة، من ضمنها جعل 3 جامعات سعودية ضمن مصافي أفضل 200 جامعة عالمية. تلك الطموحات والتطلعات السعودية وضعت خارطة طريق استراتيجية سعودية للاستفادة من القوة الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والموارد البشرية. فهل ستحقق هذه الرؤية مزيداً من الانفتاح على الأسواق وحماية الصناعات الوطنية، وتعقد المملكة المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من المشاريع التي تجعل من المملكة ضمن التصنيف العالمي الأكثر قوة اقتصادياً؟ وهل ستستطيع المملكة أن تتربع على عرش اقتصاد الشرق الأوسط وأن تنافس على المراكز الأولى عالمياً بإطلاق هذه الرؤية الجديدة؟ وهل ستتمكن الرياض من امتلاك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والأمنية في العالمين العربي والإسلامي؟ وهل يمكن أن نعتبر النجاح الذي تحقق في رؤية 2030 يكتب أيضاً لرؤية 2040؟ وهل ستتوفر نفس العوامل من الإرادة السياسية ورغبة الدولة في التطوير وتلاحم الشعب مع قيادته كما يقول السعوديين؟ وفي المجمل يمكن القول أن رؤية المملكة 2040 ستكون خطة استراتيجية طموحة تهدف لمزيد من الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمكانة العالمية للمملكة،
وستكمل الرؤية الجديدة أهداف خطة 2030 المرتبطة ببناء مجتمع حيوي ومزدهر يتمتع أفراده بحياة كريمة ورفاهية وتنويع الاقتصاد وجعله أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة وبناء دولة متقدمة تتمتع بمكانة عالمية بارزة. ويبقى السؤال، هل ستعمل الرؤية الجديدة على رفع نسبة الإيرادات غير النفطية؟ وهل من الممكن أن نرى السعودية تحقق هذه الأهداف الكبيرة؟